صام بكل خير الله يسعدك والدتك الكريمة الله ونسعد مشاهدتها. لكن أنت جيت موضوع حساس. أي ممكن الأطفال يكونون يعني الآباء بحكم الخبرة أحيانا يصير عندهم تحفظ أو شيء، لكن الأطفال اختراقهم ربما يكون أسهل. هل في دراسات؟ هل في دراسات كثيرة لهذا الموضوع، وفي تكلمنا فيها كثير سابقا. نتكلم عن إنه الأطفال يعني أصبح تتكلم عن أرقام ممكن تصدم بشكل كبير جدا. يعني اليوم احنا اذا نتكلم عن الاطفال نقول اكثر من 60% يستخدمون هذه التقنيات، يتواصلون مع ناس غرباء من خلال هذه التقنيه. تتكلم عن ما يصل الى 30% منهم اعطى رقمه لشخص غريب. تتكلم عن 15% ما عنده مشكله انه يخرج مع هذا الشخص بحكم عرفوه في عالم افتراضي، في عالم افتراضي ولا تدري مع مين قاعد يطلع، مع مين قاعد يروح، مع مين قاعد يتكلم، فكر العمر والأشياء فكر. فالتقنية اليوم ترى ما تخص بس جهاز، حتى أجهزة الألعاب أيضا دخل تدخل على الطفل. أبو نائب عبد الله السماعات وبلاي ستيشن تقول له ولدي يلعب، صحيح يلعب مع مين ما ندري، أنا أتكلم عن نفسي والله ما ندري مع مين يلعب. يعني هل ممكن حتى البلاي ستيشن والسماعات هذه؟ نعم بشكل كبير جدا، بشكل كبير جدا. وسمعنا بقصص وحالات مؤسفة ومؤلمة وصلت إلى يعني ما هو خوف المشاهدين والمشاهدات، لكن يعني صار إحنا بالواقع يعني. سمعنا قصص إنه في حالات موت صارت انتحار من خلف التقنية. نعم لذلك إحنا نتكلم إنه لا، أنت لابد يكون لك دور بشكل كبير جدا بمراقبة الأبناء ومسؤول. يا أخي الآن إحنا عندنا جهات مختصة ما قصرت، لما تجي تعطي الألعاب المختلفة يجي يقول لك هذا مناسب لعمر كذا، العمر مثلا صح. 21 تروح تعطيه ولد عمره 7 سنوات يلعب فيه ليش؟ فالآن وين الخلل الموجود؟ هل الخلل الموجود في أنه هذه اللعبة موجودة أو لا؟ يعني اللعبة عادية ترى، لكن طريقة استخدامها والاتصال أونلاين من خلالها وطريقة اللي هو كيف تم إقناع هذا الطفل بطريقة أو بأخرى بأشياء خاطئة، استخدامه لهالأسلحة الموجودة في هاللعبة هذه، كيف بيعطيه نزعة هجومية. أنا ما أخوف حقيقة في هذا الموضوع، لكن أنا أقول لابد أن يكون عندنا وعي أنه نعلم أولادنا إيش الأشياء الصحيحة اللي لازم يستخدموها، إيش الألعاب اللي برضو يلعبوا فيها، إيش الأشياء المناسبة لهم ولأعمارهم. أسيب أنه اليوم شوفوا عبدالله الكلام كما تم يعني الشغف عند أولادهم يلعبون معناته أنه مرة متعلق باللعب، والطفل مع صغر سنه وحداثته ومع هذا الشغف القوي ربما يقدم أشياء هو لا يستوعب خطورتها، لا يستوعب أهميتها، لا يستوعب. هو طفل، انت قلت هو طفل. احنا لما نصنف الاطفال بالتصنيف الدولي هو لين عمر 18 سنه هو طفل. فالطفل لا يعي. انت احيانا تجي تقول لا هذا ولدي رجال وهذا يستوعب وهذا بيعرف يستخدم الجهاز، انت ما تحس بالالم الا اذا وقعت الواقع صراحه يعني وصارت المشكله. لا انت لابد انك توعيه، لابد تعلمه كيف يستخدم هالتقنيه، لابد انك تكون حريص جدا. يعني هذا ولدك مسؤوليتك امانه. ترى ما اقول انا لا تخليهم يلعبون، انا عيالي يلعبون يعني عندهم جهاز ويلعبون، لكن ايش يلعبون؟ الاوقات اللي يلعبوا فيها، كيف حتى على مستوى يعني نتكلم برضو في الامن السبراني، ترى هذه احنا نصنفها من ضمن الاشياء، جلسته ايضا أثناء اللعب، الأجهزة اللي يستخدم. لأن نتكلم عندنا جانب في الصحة، فلا بد أنه يكون جانب الصحة داخل في الموضوع، جلسة استخدامه، مدة الاستخدام، النظارة إذا كان ما يستخدم نظارة إيش النظارة المناسبة، البعد عن الشاشة، ضعف البصر. يعني شوف قاعد اللي قاعد يكلمك ترى لابس نظارة ها. فبالتالي أنا أقول لك لابد أنه نحرص على صحة أبنائنا في جانب اللي هو التقنية واستخدامهم لهذه التقنيات المختلفة. فيقع يعني مسؤولية كبيرة على الآباء في موضوع اللي هو استخدام الألعاب. لا تهملون عيالكم، ترى والله يا في قصص يا أبو نايف في أشياء نقدر نقولها وفي أشياء ما نقدر نقولها صراحة. لذلك نحذر بشكل كبير من استخدام الألعاب المختلفة ونشوف هل تناسب عمره وما تناسب عمره. إذا ما تناسب عمره أجلس وأتفاهم مع ابني ووضح له أن هذه ما تناسبك، وفر له بديل يعني كويس. تدري شو أول شيء بيقول لك أبو نايف ولدك؟ سلمت. أول شيء بيقول لك ولد عمي يلعب اللعبة ذي وهو كبير. هذا المشكلة والله. زين انت شو بترد عليه؟ هنا ندخل جانب ترى ما هو بأمن سبراني، ندخل الان جانب تربوي. فلذلك انت لابد تعرف كيف تتعامل معاه، كيف تتعامل مع اخوك، كيف تتعامل مع الناس الثانيين، لانه هو برضه يشوف المجتمع اللي حوله. يعني احد الاصدقاء يعني الفصل